بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول اليوم تصميم لمستشفى عام سعة 400 سرير لطلبة المرحلة الرابعة قسم عمارة. نلاحظ التقديم الأول، وهذا التقديم الفكرة الأساسية مالته حاول الطالب أن يأخذ من كلمة hospital حرف الـ H ويوقعه في المشروع، حيث أنه المستشفى هذا يتضمن أقسام ولادة وأقسام الطوارئ وأقسام العيادة الخارجية وأقسام الجراحة وغسيل الكلى، إضافة إلى الخدمات الصيدلية المركزية وبنك الدم وخدمة الراقدين. فحرف الـ H وقعه في الموقع اللي يكون الموقع بشكل مستطيل، حيث أنه المدخل الرئيسي كان على الشارع الرئيسي من جهة الجنوب، وكان الدخول لقسم الطوارئ من الشارع الرئيسي أيضا من جهة الشرق. فحاول الطالب أن يوقع الأقسام المستشفى، هذا السايت مالته. نجي إلى الجراوند فلور، هذا تيبيكال بلان اللي هو يتضمن قسم الراقدين، وقسم الراقدين مثل ما تعرفون يكون يأخذ اتجاه جنوبي شرقي، لأن الراقدين يمضون ساعات طويلة في المستشفى إضافة إلى خدمات التمريض. فهذا هو التيبيكال بلان. نجي على البيسمنت. البيسمنت وضع بالطالب خدمات المطبخ المركزي و المشرحة والخدمات الميكانيكية، ويتم الدخول إلى عن طريق رامب 1 إلى 12 نزولا بطابق تحت الأرض، ويكون الدخول من جهة الشرق، ويكون تحميل للشاحنات مواد غذائية مواد صحية، ومن جهة الأخرى الغربية يكون في تحميل الجثث للمشرحة. فإذا هذا البيسمنت لنفس الفكرة. نجي على الجراوند فلور البيسمنت، خلصنا هاي الواجهات، هاي الواجهات المقترحة من قبل الطالب، تكون بشكل تدريج باتجاه جنوبي شرقي للراقدين. وكانت هذه التقديم هو البري فاينل الأولي للطالبين، وهي يعني مقترح واجهة، حيث منها تكون مدخل عيادات خارجية ومنها مدخل غسيل الكلى. نجي على الجهة الغربية، هاي الواجهة، وهذا هو السايت بلان اللي يكون التيبيكال بلان للراقدين بشكل مدرج. أخذ جزء من حرف الـ H بشكل دائرة، ويكون بارتفاع 6 طوابق. فهذا هو السايت بلان، معروف الجراوند فلور. هذا هو الجراوند فلور اللي يكون بالمداخل باللون الأحمر، أكو مدخل للطوارئ من هالجهة، ومدخل على الشارع الفرعي أكو مدخل للدخول الجثث مثل ما قلنا، وهنا أو خروجها نحو المقبرة بعد هذا، وهنا الدخول الرئيسي للمستشفى من الجهة الجنوبية الشرقية. فإذا هذا تقديم لأحد الطلاب مرحلة الصف الرابع،
هذا الراقدين وهذا البيسمنت ومقترحات الواجهات بشكل مدرج. طبعا هاي هي مو تقديم أخير وإنما تقديم ما قبل النهاية، احنا نسميه مرحلة البريلم، وتظهر بتدرجات كتلة المستشفى. نلاحظ تقديم الآخر لطالب آخر لنفس الموقع ولنفس المستشفى، فعندنا هذا طابق الراقدين. طابق الراقدين حاوي بس على خدمة الراقدين زائد خدمات التمريض زائد مبيت الخفر، الطبيب الخفر، وبها المصاعد وخدمات الشوتينج للبياضات. فهاي التيبيكال بلان. نجي على الجراوند فلور بلان لنفس المستشفى ونفس الموقع، حيث انه المدخل الرئيسي كان على الشارع الرئيسي اللي هو على اليسار. هنا الدخول والويتينج زائد الصيدلية المركزية زائد المختبرات، وهنا عندنا المصاعد. طبعا هنا أثناء النقد قلنا لأنه المختبرات لازم تحول إلى جهة أخرى بحيث تكون بين الطوارئ وقسم العيادات الخارجية. هنا رامبا إلى البيسمنت لدخول شاحنات المواد الغذائية ومواد الأدوية، وهنا رامبا أخرى لنقل المشرحة، جثث المشرحة، وهنا شارع المستشفى اللي وزع عليه أقسام الثانية للمستشفى وهي العيادات الخارجية والأشعة وقسم غسيل الكلى. وهذا الجراوند فلور بلان نفس الموقع. هذا البيسمنت. البيسمنت متكون من الخدمات المركزية وخدمة المطبخ المركزي والبياضات والمشرحة أيضا والبياضات، الغسيل المركزي والتعقيم. هذا عندنا السايت بلان، راح يعدل بالمرحلة الجاية حتى لا تكون عندنا عدم توازن بالكتلة. فإذا هذا المثلث اللي موجود هنا يحاول يلغي الطالب، إضافة إلى وجود سكن الأطباء بالقرب من الموقع. نأخذ فكرة ثالثة لنفس الموقع ولنفس المستشفى، سعة 400 سرير لطالب آخر بنفس مرحلة الصف الرابع. نلاحظ أنه الفكرة مالته كانت مأخوذة من الدي ان اي يعني تشابكات الدي ان اي، فبدأت تحدث عنده بالكتل تقاطعات اللي هي أصل مادة الدي ان اي. المدخل الرئيسي كان على الشارع الرئيسي اللي على اليسار. هنا منطقة مدخل، وراح تكون الكتلة اللي راح ترتفع بالسايت أكثر من 6 طوابق هي كتلة الراقدين. لاحظ هذا الجراوند فلور بلان اللي يتضمن قسم الأشعة، قسم الطوارئ، قسم العيادات الخارجية والصيدلية المركزية. هنا راح يغير الطالب منطقة المدخل لأن غير واضحة تماما. زين، فمنطقة المدخل تتضمن منطقة انتظار، منطقة المصاعد الرئيسية، وقص التذاكر والأمن والاستئلامات. فراح يغير هاي المنطقة، منطقة المدخل، حتى توائم مع خدمة المستشفى العام. نجي ورا الجراوند فلور بلان، نجي إلى البيسمنت. البيسمنت طبعا بالخدمات المركزية للمستشفى، عملية الدخول إلها ما كان حال لها الطالب بالشكل الجيد، فيستدعي إجراء بعض التعديلات عليها قبل تقديمها بالمرحلة الجاية. هنا نجي على الفيرست فلور بلان اللي هو يتضمن قسم العمليات
وقاعة متعددة للمؤتمرات والعناية المركزية وغسيل الكلى. فإذا هذا هو هذا الفيرست فلور بلان. أيضا يحتاج إلى بعض التعديلات بالعلاقات. نجي على التيبيكال بلان. التيبيكال بلان هاي طبعا الشبكة الإنشائية اللي ماخذها 7.2 في 7.2، ده يوضح الطالب الشبكة الإنشائية المستخدمة في المستشفى، وهو أيضا التيبيكال بلان. نجي إلى الطالب الآخر اللي ماخذ هذا الطالب الآخر لنفس المرحلة ونفس الموقع. هنا السايت بلان ماخذ من أنواع العلاقات في جسم الإنسان والتشابكات الموجودة، وسواها بشكل أبستراكشن وحولها إلى شكل مستشفى سعة 400 سرير. نلاحظ الجراوند فلور بلان متضمن قسم الطوارئ والعيادات الخارجية والمدخل الرئيسي، إضافة إلى سكن الأطباء والعيادات الخارجية. أما البيسمنت فلور فيكون للخدمات المركزية زائد المطبخ المركزي والبياضات، والدخول من شارع واحد، وهذا راح يعدل الطالب لأن ما يصير المفروض على الشارع الرئيسي المدخل. وبي يعني هذا تعديلات هواي هذا المشروع، بس يعني الفكرة الأساسية كانت جيدة وترقى إلى أنه مستشفى سعة 400 سريرة. نجي على طالب آخر. هذا الطالب الآخر ماخذ العلاقات في جسم الكروموسوم، علاقات في الكروموسوم، جعل المدخل الرئيسي على الشارع الفرعي، وهذا قلنا له سوي له ميرور لأنه المدخل الرئيسي دائما على الشارع العام. وكانت فكرة موفقة مال الكروموسوم الفكرة الأساسية، والعلاقات كانت جيدة، توزيع الوظيفي أيضا جيد له. فإذا المدخل الرئيسي منه الويتينج، والمصاعد لازم تتعدل شوية. هنا المختبرات وقسم الأشعة وقسم الطوارئ كان على الشارع العام. هذا الجراوند فلور بلان. نجي على البيسمنت. هذا البيسمنت، البيسمنت عبارة عن مداخل لقسم المطبخ المركزي ومدخل آخر لقسم الصيدلية المركزية والتشريح الجثث. هم يعني يحتاج إلى شوية تعديل بالكتل، كتل البيسمنت. هذا البيسمنت. نجي على الحل الوظيفي في الطابق الأول. هذا كان 5 أقسام به: قسم الولادة وقسم العمليات وقسم التعقيم المركزي، إضافة إلى قسم الجراحة. نجي على التيبيكال بلان، تيبيكال فلور بلان لقسم الراقدين. فقط هاي الكتلة راح تصعد، راح تصعد كراقدين، وهاي شوية راح يحتاج الطالب إلى تعويض
الطوابق الأخرى لأمتك في 400 سرير، 100 سرير راح يصير 50 للطوارئ و50 للعمليات، فتبقى 300 سرير. هاي الكتلة ما راح تكفي، فبالمرحلة الجاية راح يطورها بحيث تكون الكتلة شوية تكفي وعدد الطوابق تقل. نشكركم على حسن الإصغاء، نلتقيكم في محاضرات قادمة.